لأوقاتكم بالخير والمسرات، انطلاقة جديدة بانطلاقات الخير والعطاء، رابع الأشواط انطلق بحفظ الله ورعايته وأطلق ستارة قبل قليل. إذا نتواصل مع أول المراكز كي نرى هنالك نشوان مبارك بن محمد بن علي بن حيدان المري يقدم لنا نشوان على أول المراكز. ثاني المراكز هنالك التواجد من قبل المركز الثاني بديع لحمد بن زيد الحايف المري، وثالثا من انتقل إلى أول المراكز يتواجد الشقف لضابط بن سلطان بن ضابط الدوسري، انتقل بشعاره إلى أول المراكز. وثاني المراكز يتواجد بديع حمد بن زيد الحايف المري، وثالث المراكز يتواجد بهذه اللحظات نشوان المبارك بن محمد بن علي بن حيدان المري، والمركز الرابع. وتابع هنالك التواجد من قبل العارض رسالة بن صبيح المري، وخامس المراكز هنالك التواجد من المركز الخامس من ينطلق بهذه اللحظات، والتواجد من قبل التيار لحشاب صالح بن فارس آل منجم. إذن هذه الخمسة المراكز المتقدمة والمتواجدة. إذا نعود بحضراتكم إلى المقدمة، نعود إلى أول المراكز كي نرى هنالك القيادة والريادة يتواصل بهذه المباعدة الجميلة مع انطلاقة أول المراكز. الله الله الله، هل هنالك الشقب المملوكي ضابط بن سلطان بن ضابط الدوسري، ولكن نشاهد من على بعد انطلاقة شاهين لسعيد بن علي بن راشد البريص المري وبن حلفان من يديره وأيضا يرافقه بعملية التضمير، ولكن أعود إلى الشقب، أعود إلى أول المراكز، أعود إلى أول المنطلقين، أعود إلى أول المتوجين بانطلاقة المركز الأول، بانطلاقة الصدارة، بانطلاقة المقدمة، بتواجد هذا المسمى وبتواجد هذا الشعار الذي يتربع على عرش هذا الشوط منذ انطلاقة هذا الشوط، ومتحمل مسؤولية أول المراكز ومنطلق نحو ناموس هذا الشوط. الشقب لضابط بن سلطان بن ضابط الدوسري، سلام الشقب، سلام سلام الخريف، سلام سلام بن ضابط، سلام على انطلاقة الشقب على أول المراكز وعلى حصوله على الشوط الثاني للإجداع القعدان ورابع الأشواط في المجموع. لحظة وصوله، لحظة انطلاقه إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس الثاني تلك لضابط بن سلطان بالضابط الدوسري. المركز الثاني شاهين لسعيد بن علي بن راشد بريص المري، المركز الثالث كان الوصول من قبل جوزيان لسالم بن محمد المحرق، المركز الرابع كان التواجد من قبل العارض رساله بن صبيح المري، خامس المراكز نشوان لسعيد بن صالح القريسي. هذه الخمسه المراكز المتقدمه. إذا نعود بحضراتكم إلى التوقيت الزمني، لحظة وصول الشقب إلى خط النهاية 10 دقائق 3 ثواني 20 جزء من الثانية. التام التركي لضابط وسلطان ضابط الدوسري ثاني المراكز، كان الوصول من قبل المركز الثاني من قبل ثاني المراكز شاهين 10 دقائق 8 ثواني 12 جزء من الثانية أو جزئين من الثانية. التام التبريكات لمالك شاهين سعيد بن علي بن راشد بريص، الثانية موصل لسعيد بن حلفان المري، المركز الثالث كان وصول من قبل جوزيان لسالم بن محمد المحرق المري. توقيت زمني 10 دقائق 9 ثواني 70 جزء من الثانية.